سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعيش العلاقات المغربية الأردنية هذا اليوم حدثا مشهودا يشكل منعطفا تاريخيا في مسار الروابط القائمة بين المملكتين المغربية والأردنية من خلال زيارة رسمية التي بدأها اليوم للمغرب صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.